لو كان الصحابة إخواني وأخواتي كلهم عدولاً كما يقول إيه هؤلاء، فما معنى أن الله تبارك وتعالى يشترط والخطاب في الصحابة وللصحابة وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ يشترط العدالة. لو كانت العدالة ثابتة قاعدة أصالة لا معنى لاشتراطها، صحيح؟ الآن لو كان كل الذين يجلسون في هذا المجلس المبارك طلاب علم فأقول ائتوني باثنين طلاب علم منكم، ما في ليش كلهم طلاب علم؟ ما ينفع، خلاص أخرجوا لي اثنين منكم، أنت يكفي، لا اثنين طلاب علم، معناها مش كل طلاب علم، ولا مش صحيح، يشهد به ذوى عدل منكم. لماذا هذا الاشتراط؟ وبعدين لو كان الصحابة كلهم عدولا كما تزعم هذه القاعدة العجيبة على أنها على سبيل الاضطراد قبلناها على سبيل ماذا؟ الأغلبية، أما على سبيل الاضطراد حتما لا نقبلها. لما كان أبو بكر إذن لا يقبل بخبر الواحد في قضايا فرعية، لما جاءته الجدة تطالبه بالميراث قال لها قال لا أعلم لك شيئا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فخرج إليه من؟ المغيرة بن شعبة، قال له أنا أشهد أن النبي قضى لها بالسدس، قال له هل معك أحد يشهد؟ أنا ما بقبل قولك كذا. لماذا يا أخي؟ صحابي هذا مصدق عدل، قال لا ما بقبل، الاحتمالات كثيرة. فشهد له من؟ محمد ابن مسلمة، فأنفذ لها أبو بكر السدس بعد أن شهد له. عمر نفس الشيء، عمر يأتي أبو موسى الأشعري، مش واحد من صغار الصحابة وعادي الصحابة، يستأذن عليه مرة مرتين ثلاثا، عمر كان مشغول أو العلماء يسمع، فمضى فتح الباب عمر وجده قال إلى أين؟ يا ميمون استأذنت عليك ثلاث مرات وسمعت النبي يقول إذا استأذن أحدكم إلى آخره. قال لا تقيمن عليه البينة أو لأجعلنك نكالة. قال له تحدث عن الرسول؟ تقول له حديث هذا في الصحيح طبعا، بتقول الرسول من وين جبتوا هذا الكلام؟ نعرفوش. هنا لو صحت قاعدتهم وعلم الصحابة ما شاء الله من العلم ما لم يعلموه ولكن علمته الأمة بعدهم، علماؤنا علموا أشياء الصحابة لا يعلمونها، كلهم لا يعلمونها، إحنا نعلمها ما شاء الله، نحن نعلم ما لم يعلموا، لم بغى أن يقول أبو موسى ماذا؟ عمر إلزم حدك لا تتعدى طورك، أنا صحابي، الصحابة كلهم عدول، لا مجال لا مساغ للتهمة في حقي، صح؟ لم يقل هذا، خاف المسكين وهرع إلى الأنصار. وفي المجلس أبي بن كعب أيها الإخوة وجماعة من من أصحاب رسول الله، فوجدوه وقد انتقع لونه، رجل وجهه أصفر أصفر نزف دمه، إيش فيه؟ قال عمر وكذا كذا كذا، قالوا كلنا سمعنا هذا، والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، إلا أصغر قم يا أبا سعيد. جمع مين معه؟ أبو سعيد الخدري، صحابي كان صغير في السن وراح شاهد أنه هذا، فسكت عنه عمر، كف، قالوا هاي نقبل. لماذا؟ لو كان عدلا ما في، مش هيك وبس، في الحديث الصحيح مخرج في البخاري وفي مسند أحمد قال علي عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه قال كنت امرأ إذا سمعت شيئا من رسول صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء ينفعني به، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته. لماذا تستحلف؟ العدول، عدول هؤلاء، تستحلف العدل أنت؟ الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل إن جاءكم أحد بنبأ أبدا، خاصها بمن؟ بالفاسق. الفاسق لابد أن نتثبت، لكن إن كان عدلا ما في مساغ إيش؟ للتثبت، عدل. لا، علي قال لا مش هيك وبس، بس تحلفوا، أقول له احلف بالله العظيم أنك سمعت هذا من رسول الله، فيها تهمة، الاستحلاف فيه تهمة واضحة. لماذا التهمة للعدول يا جماعة الخير؟ صحيح؟ استحلفته، فإن حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، إيه المعنى يا كلام؟ لم أستحلفه، ليس مثل الصديق يستحلف رضي الله تعالى عنه وارضاه، أبو بكر ما فيه، فوق التهمة، فعلا فوق التهمة، فوق كل تهمة. قال وصدقته أنه سمع سورة، قال أحاديث الاستغفار، إذا واحد يذنب ذنبا فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم كذا كذا، وتالي الآية والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله في سورة آل عمران، في سورة أو من سورة آل عمران. لماذا؟ قولوا لي لماذا؟ لماذا عليه يستحلف أيها الإخوة؟ لماذا يتهم أبو هريرة بالكذب؟ اتهموه صحابة وتابعون أو من الفريقين عن أبي رزين في صحيح مسلم،
خرج عليهم يضرب إيه؟ رأسه أو وجهه. قال تقولون كذب أبو هريرة، أنا أكذب؟ قال ما بكذب على رسول الله، وأنا مع ذلك سمعت الرسول بقوة عشان تعرف أنا ما بكذب. إذن كان يتهم بالكذب أبو هريرة في زمان الصحابة، والحديث في صحيح مسلم. في البخاري في مسلم يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، كنت امرأً إلى آخره. اتهم بالإكثار واتهم بالكذب، صرح بالكذب في صحيح مسلم. قال سمعت الرسول يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. اتهم بالكذب، فقالش لم يدرأ عن نفسه بماذا؟ بأنني صحابي، لا مساغ للتهمة في حقي أبداً، هذا غير وارد بالصحيح، بالصحيح. عمر ضرب أناساً من الصحابة وسجن أناساً منهم في الرواية، منهم أبا مسعود البدري الأنصاري سجنه عمر، ومنهم ابن مسعود، وضرب أبو هريرة، وسألوه أيام عثمان أكنت تحدث هذا الحديث أيام عمر؟ قال لو حدثت مثل هذا الحديث لأدماني بدرته. كان بكسر الرأس، قال وين ما في إيه؟ لماذا؟ إذا كانوا كلهم إيه؟ عدولة ما في كلام، لماذا يرد علي عليه السلام وكرم الله وجهه حديث إيه؟ معقل ابن سنان الأشجعي، من أشجع من أعراب الصحابة هذا، في بروع بنت واشق، نذكركم بحديث المفوضة. حديث المفوضة، إيش حديث المفوضة؟ المفوضة هي التي مات عنها زوجها، ذكرنا هذا في دروس تفسير هذا رمضان حتى، هي التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، سئل فيها ابن مسعود وهو بالكوفة، فظل يستخير الله فيها شهرا كاملا، ثم خار الله له أن لها مثل صداق نسائها، يعني امرأة من نسائها، يعني صداق المثل يسموه، صداق المثل، وعليها العدة، العدة بالإجماع عليها ما في كلام، المتوفى عنها مدخولا بها غير مدخول بها، عليها العدة بالإجماع، عليها ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان الأشجعي أشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله، قضى فيها رسول الله في بروع بنت واشق الأشجعية، يقال كانت أخت معقل ابن سنان، بمثل هذا القضاء، مات عنها زوجها لم يدخل بها لم يفرض لها، قضى بها. علي رفض هذا، كيف يا علي ترفض رواية صحابي معقل ابن سنان الأشجعي؟ وقال لا نترك كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه. لا تقول لي صحابي، لا تقول لي كذا، بوال على عقبيه، هذا أعرابي شفاه مقال هذا، ولا بأخذ بكلامه، حسبها الميراث وعليها العدة، لا صداق لها. علي قال ما في صداق، صداق من وين هذا؟ ما في صداق. لماذا؟ لماذا يرد علي عليه السلام حديث الصحابي؟ والصحابة عدول، ممنوع ترد، كلهم عدول ما شاء الله على الجادة أيها الإخوة.